بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مريم خاتون، واليوم سأشارح لكم الموضوع قناتي المفضلة وهي كوكب الحيوان. كوكب الحيوان هي في الأصل قناة تلفزيونية أمريكية تستخدم اللغة الإنجليزية، وهي قناة انتشرت على نطاق عالمي حيث تطاح ل 360 مليون منزل في أكثر من 205 دولة وإقليم في العالم. تحتوي هذه القناة على مسلسلات وأفلام وساعتية عن الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة المنزلية، وتظهر فيها العلاقات المحبة لدى الحيوانات مع البشر. وتهدف هذه القناة إلى زيادة أعجاب الأطفال في الحيوانات والكائنات بكل طريقة ممكنة. تتكون هذه القناة كوكب الحيوان من ثلاث محتويات رئيسية. أولاً، اكتشافات مثيرة حول أنواع مختلفة من الحيوانات في العالم، على سبيل المثال طبيعتها وسلوكها وسبل معيشتها. وثانياً، أنواع الحيوانات المحدثة بالانقراض. وثالثاً، برامج إنقاذ وحفظ الحيوانات. ثم ننتقل إلى بعض المعلومات التي تعلمت من هذه القناة كوكب الحيوان. أولاً، دب الباندا. هذه القناة التلفزيونية تحدثت عن كيف كانت دببة الباندا عديدة في جنوب شرق آسيا لثلاثة ملايين سنة، ولكن الآن موئلها يختفي بسرعة كبيرة. ومع وجود أقل من 2000 من بقايا دببة الباندا في البرية، تقترب دببة الباندا من الانقراض. وإضافة إلى ذلك، هناك بعض البرامج للحفاظ على دببة الباندا في الصين تخطط لزيادة عدد الباندا في الأصل، وبعد ذلك ستعود الدببة الباندا إلى البرية. وثانياً، إنقاذ الحيوانات. وأظهرت هذه القناة التلفزيونية بعض الحوادث التي تعرضت فيها إنقاذ الحيوانات المحددة بالانقراض. على سبيل المثال، أنقذ فريق إنقاذ الحيوانات في أيرلندا الأطفال اليتامى من الفقمات أثناء العواصف الهائلة. واعتنى هذا الفريق الإنقاذ بالفقمات حتى يمكن إعدادتها إلى البرية. والأخيرا، لماذا أحب هذه القناة التلفزيونية كوكب الحيوان؟ أنا أحب هذه القناة لأنني أحب أن أتعلم من الحيوانات والكائنات. هذه القناة عندها كثيرة من الأشياء المثيرة للاهتمام حول الأنواع المختلفة من الحيوانات، وهي توسع من معرفة بها. إضافة إلى ذلك، فإن هذه القناة تعلمنا أهمية إنقاذ الحيوانات المحددة بالانقراض وعلاجها بشكل جيد. ويمكننا أن نفكر أن مخلوقات الله ونشكره على نعمته التي أعطاه لنا، وتكون الحيوانات أمم مثلنا ونحن مسؤولون عليها، كما ذكر الله في القرآن في سورة الأنعام الآية 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذا ما مني عن هذا الموضوع قناتي المفضلة، وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.